حتى على مستوى الخطاب يبدو أن السعودية، وهذا يعني من باب السجال هنا، والبعض يقول أنه من باب يجب أن ننظر للأمور كما هي بعيدا عن المسبقات، بعيدا عن المواقف السياسية يعني المحملة في تحميل سياسي. السعودية بدأت تعدل خطابها لأول مرة، بدأنا نسمع المؤسسة الدينية ورجالها يتحدثون عن التسامح، عن الاعتدال. السعودية بدأت تحث، النظام السعودي بدأ يحث رجال الدين على ضرورة أن خطباء والدعاء ينددون بالعنف وبالتنظيمات، ويحاسب السعودية تحاسب من لا يفعل ذلك. غير ذلك السعودية وضعت هذه التنظيمات في قوائمها الإرهاب. السؤال ما هو المطلوب من السعودية أكثر من ذلك؟ جيد أن تفعل ذلك، لكن فلنذكر أن الوهابية بنيت على الكره، على الحقد، على نحن الأفضل، نحن شعب الله المختار، هي قريبا من الفكر نحن شعب الله المختار، نحن الأفضل، ثم قتلت قمعت نشرت الفكر الأسطوري الخرافي والحقدي. اليوم إن تراجع نفسها فتقوم بنسميه في فلسفة العلوم بقطيعة إبستيمولوجية. نعم. ما معنى قطيعة إبستيمولوجية؟ مثل ما كان يعتقد أن الأرض مسطحة، الآن عمل قطيعة إبستيمولوجية فهم أن الأرض كروية الشكل. هذه ثورة علمية كبرى. نعم. أنت إذن أعمل قطيعة إبستيمولوجية في خطابك، قل أعتذروا، أعتذروا، لا يوجد شيء اسمه أكرههم وأحقدوا عليهم، أكرر أحبهم أعشقهم كما يفعل الصوفية إلى آخره، وانشر الحب والسلام والوئام بين الناس جميعا، فيصبح الخطاب خطاب جديد، لم يعد خطابا وهابيا كلاسيكيا. السعودية حينما تتحدث عن خطاب تسامحي، هذا الانتقال هو بمثابة قطيعة معرفية بالنسبة للسعودية التي كانت تتحدث عن نظام وهابي مغلق. بمجرد أن تتحدث عن التسامح هي بدأت تخطو خطوات نحو هذه القطيعة المعرفية. نتمنى ذلك طبعا، كل خطوة إيجابية تشجع من يعترف بالخطأ. ونقول لهم يعني حتى فلسفة العلوم غاستون باشلار والأخوة الخليجيين يشاهدونني يقول أن تاريخ العلوم هو تاريخ تصحيح أخطاء. أنا عالم سياسة، أنا أخطئ وأصحح خطأي، أنا أعترف بالخطأ، وأنا مختص في شيء معين وليس في كل شيء. نعم. عندهم شيوخ مختصين في كل شيء ما شاء الله عليهم، تحكي له مرة يحكي على الأرض، على السماء، على النجوم، على البيولوجيا، على الطب، مرة واحد نكتة، هي مش نكتة حقيقية، الشيخ مشى لواحد مريض قال له أنا مريض إلى آخره، ما هو الدواء؟ قال له عسل النحل صباحا، عسل النحل ظهرا، عسل النحل مساء. نعم. اليوم الأول الثاني الثالث مات، لأنه الرجل لديه مرض السكري فلا يجب. نعم. أن يأكل العسل إلى آخره. فبالتالي لابد من معرفة، نعم، من التاريخ العلمي وتاريخ تصحيح أخطاء أحداث القطيعة الإبستيمولوجية وذي المعرفي، لكن هل ثمنية صادقة أم لا؟ أنا لا أستطيع أن أضمن لك، لأنه إذا ثمنية صادق فهو تحول كبير شديد، هو مسح لذاكر التاريخ، والتاريخ كامل سننقلب عليه، سنحدث قطيعة إبستيمولوجية معه، سنقول لقد أخطأنا، كل ما قلناه سابقا كان فعلا خطأ ومعادي للإنسانية وللحرية وللديمقراطية وللتسامح وللحب، كان خطابا ينشر الكراهية والحقد، الآن نتخلى عنه، نعترف، نعمل قطيعة إبستيمولوجية مع هذا الخطاب ونذهب نحو الجديد. إذا حدث ذلك فهي ثورة مباركة ما شاء الله، يعني ندعمها ونتمناها أن تحدث، لكن الخوف أن تكون ذرامات في العيون كما تقول اللغة العربية الفصحى، وهي مجرد استجابة إعلامية ظاهرتية لمطالب واشنطن المتعددة والمتغيرة نفسها، مطالب واشنطن حسب مصالحها، واشنطن مرة القاعدة جيدة، مرة القاعدة رديئة، داعش جيدة، داعش رديئة. فيما يتعلق يعني بتغير المواقف أو الطلبات الأمريكية من السعودية